يا ولدي ما شاء الله عليك اليوم مره متحمس. اسمع ابغاك اليوم انت صاير كبير، ابغاك تروح بنفسك للكاف وتجيب كل الدم الموجود جوا. يعني اخيرا ابوي بيرسلني الكاف الحالي. اجمع دايمون اجمع دايمون. ايش فيك زعلان ابوي؟ اسمع اقول لك لازم تنتبه، ما تجيب العيد كرونك الزومبي، ابغاك ترجع للبيت حي ما انت ميت. طيب والله صح، صادق يعطيك العافيه ابوي. خلاص ابشر، ابى اجيب لك دم كثير وراح ارجع باذن الله حي ماني ميت. اوه ان شاء الله، نقول ان شاء الله. يلا امشي امشي، ادخل الكهف الان وجيب كل الدم ولا تخلي ولا حبه دم، تسمع؟ طيب يا ابوي ابشر، الحين بدخل الكهف اقرب اجيب كل الدم. يلا مع السلامه. خلينا ندخل للكهف يا حبيبي ونجيب الدم اللي جوا. ابوي اداني السلاح. دايمون الاسطوري. لا دقيقة لا تنظر، اطفي عيونك اطفي عيونك. وش جابك في الكهف حقنا؟ انا كهف لويجي انا، ايش جابك يا ولد ماريو؟ كنت قاعد ازرع لكم دايموند فيه، شفت ما عندكم دايموند يا حرام. وقف محلك، وقف خلينا انظر فيه. تلعب بسلاح هذا خطير اكيد. جيب الدايموند جيب الدايموند، انا ماني زومبي. السلاح على راسك، جيب الدايموند. ليش تضرب دايموند من عندنا؟ ولد ماريو، اي والله ذكو. السلام عليكم عمي، صباح الخير. صباح النور والسرور. ابشرك يا عمي، انا توني صحيت من النوم وجبت لك ذي حبه الجحة الاسطوريه. كذاب يا ابوي، هذا والله كف كف حتى نجمع دايمون. عيب عليك، عيب عليك تقول، عيب يا ولدي تقول الولد عمك كذا، هذا ولد عمك ماريو، ما تقول له زي كذا. والله يا ابوي ادخل الكاف حقي واخذ الدايمون، ليش تكذب؟ خلاص اضرب يا ولدي. ايه والله شيء غريب الصراحه، ما ادري اصدق مين، بس الظاهر ان ولد ماري هو الصادق وانت تكذب علي. يا ولدي تكذب علي، تعال الحين اكسر راسك. تعال ابوي، والله ما اكذب عليك. خلاص يا ابوي سامحني، تكفى سامحني. ليش تكذب علي تقول ولد ماريو؟ شوف كان يزرع المسكين، اداني حبحب واداني تفاح، ما سرق الدايموند حقنا. لا يا ابوي ترى يكذب عليك. شوف في دايموند هناك. وين الدايموند؟ ما في دايموند. ما ماسك تفاح، ما ماسك دايموند. وش فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يكذب عليك. شال الدايموند، وريه الدايموند، وريه الدايموند اللي معك، وريه اياه بسرعه. اي دايموند، وش السالفه عندي يا حبيبتي؟ عمي ولدك ظالم، والله انه ظالم، روح علم بابا. نصاب كبير ابويا، والله نصاب يكذب عليك والله العظيم. يا ربي انتم جننتوني، تراكم جننتوني. خلاص ارجع البيت، ما ابغاك تروح الكهف. خلاص ارجع البيت، ولا تدري؟ اسمع انا جبتك حل، ما ابغاك تروح للكهف عشان ما تقول دايموند وما دايموند جنوب زومبي. ايش رايك اليوم تزرع؟ ايوه خذ هذه الاداه يا حبيبي، خذ هذه الاداه يا ولدي، وابغاك تزرع من اليوم وصاعدا، ما في تروح للكهف. وش هذه اداه الزراعه؟ ما ابغى ازرع يا ابوي، ما ابغى ازرع. إلا أبغاك تزرع بتصير أفضل مزارع في العالم. ما أبغى يا أبوي، ما أحب الزراعة. بتبغاني أزرع بطيخ؟ أنا ما أحب الزراعة يا أبوي، ما أحب والله. اسمع البطيخ إيش لونه؟ لونه أخضر، وإحنا لوننا أخضر، يعني إحنا نتميز بزراعة البطيخ الأسطوري. لا طيب يا أبوي، البطيخ ما راح يجيب لنا دايموند كثير، مرة الكهف أفضل بكثير. لا يا ولدي وش دراك، لا تعلم. أوه شوف ولد ماري قد راقبنا. لا تعلم ابدا ان البطيخ يجيب دايموند كثير، تراه يجيب دايموند كثير. كيف يجيب دايموند كثير يا ابوي؟ ما يجيب دايموند كثير ابدا. الا ازرع بطيخ وانا راح ابيع وبتشوف كميه الدايموند اللي اقدر اجيبها بالزراعه فقط، ترى هذا سر عائله لويجي، لا تعلم احد. اوه اي والله انك صادق، يعطيك العافيه ابوي، يعطيك العافيه. خلاص ابشر الحين بزرع. وش فيك تناظر يا ولد ماري؟ شفت تناظر؟ ما عليك منه،
بروح ابدا اشتغل يا ولدي وبجيب دايموند مره كثير بفوز عليه وباذن الله. اوه يلا يلا يا ابوي راح اسوي افضل مزرعه، مزرعه ولد لويجي ولا مزرعه عائله لويجي الاسطوريه. يا سلام خلاص بخلص، شوفوا كيف المزرعه الاسطوريه، والله فكره مره عجبتني الصراحه. قاعد اسوي مزرعه عائله لويجي الاسطوريه، افضل مزرعه في العالم. الحين بدينا سوينا كل شيء، نبدا نزرع، نحط البذور، لازم تحط البذور عشان تزرع وتطلع الزرعه. بس والله انا خايف خايف ان فكرتنا تنسرق، تنسرق من عائله ماريو اللي شايفين نفسهم. دقيقه خليني اتاكد انهم مو موجودين، لازم اتاكد بفتح الباب بشوف. ايه كويس، واو واو والله مو موجودين. ها على وشو في واحد متخبي في الزرعه. ترى اشوفك من وقت ترقبني ترقبني. ما كنت راقبك، لولا كنت قاعد اضبط الزرعه دي يا اخي، كانت خربانه اعطيتها مويه. يا كذاب قاعد ترقبني، قاعد ترقبني. اسمع يا ويلك تطلع من بيتك، ايش راقبك علمني يا ويلك تطلع من البيت. لا تطلع من بيتك، تسمع ولا لا؟ والله بطلع بطلع. وش قاعد تسوي انت هناك يا حبيبي؟ وش فيك وش فيك يا ماما؟ وفخر عني وخر عني يا ماما. ايش اللي سويته هنا؟ والله حركات، تعرف تزرع وتضبط امورك. اكيد اكيد اعرف ازرع. انت وش ابغى جاي عند؟ يلا امشي امشي امشي. طيب كيف كيف سويت؟ سولي سولي وحده هنا. تكفى تكفى اسوي لك انا؟ انت ما عندك يدين تسوي، خذ هذا البكت سوي لك يا حبيبي. ما تعرف شكلك. طيب ما تعرف كيف كيف نحط المويه هنا ولا كيف؟ خربت. شيلي شيلي المويه، شيلي المويه. طيب طيب شلت شلت امشي امشي امشي. يا ويلك كنت تقرب، يا ويلك. الحين انا بفتح ازرع، شوفوا كيف اطلع البذور يا حبيبي، وراح ابدا اسوي الزراعه حقتي. بس هذا لا يقرب مني، هذا نشمه نشمه دائما مرقوف، يبغى يعرف كل شيء قاعد اسويه. مصيبه كبيره. الان قاعد ازرع، شوفوا كيف الزرعه صغيره الحين تكبر تكبر تصير مره مره كبير. الآن أكمل ونبدأ نزرع كل شيء. أوه ممتاز، خلينا نحط الزيادة. شوف ولد ولد، إيش عندك؟ إيش عندك راقب؟ ما عندي شيء ما عندي شيء. الله بجنني. أيوة أنا لما أروح الكهف تلحقني في الكهف، ودحين لما أجي أزرع تلحقني. أنت ما تزرع يا أخي، امشي امشي امشي. أختي جات، أختي جات، ما تزرع. وخر 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 لو سمحت، وخر. يلا 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 وخر وخر. ولد ماريو يساعدك، خلاص انا بروح. لا ما يساعدني، جاي يخرب. شوفي كيف خرب الزرعة حقتي. الا بابا قال لي انك تحتاج مساعدة وقاعد يساعد. ايوه ايوه انا ابغاكي انت تزرعين البذور وانا اسوي الحصاد. الحصاد مدري ايوه الحصاد يسمونه، احرث الارض. لا انا ولد ماريو هذا قاعد يخرب علينا من اول، من اول قاعد يخرب. شوف خرب الزراعة. يلا ابدي ازرع هنا. ايوه ازرع ازرع، حط الزرع الزرع الزرع. لازم نحط البذور كلها ونزرع كل خلاص يلا بخرح عندي هناك احصد. ايه لان هذه لازم نزرع هذه كلها، لان هذه المزرعة ما هي لي انا بس، هذه مزرعة عائلة لويجي لنا كلنا، بس احنا انا وانت وابويا. ايه اسوي انا بعد مزرعة زيك؟ اوه لا لا هذه لنا كلنا. شوف ولد ماري جاي. علمني انت ايش خسران انت علمت. ما وش تبغى وش تبغى؟ اطلع يا اخي، وش تبغى وش تبغى عندنا؟ ما نزرع يا اخي. كيف 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 سويت الزرع هذا؟ هذا مالك شغل، مالك شغل. يلا اطلع اطلع. هذا جح هذا جح. اطلع اطلع. لا تضرب لا تضرب يا اخي، لا تضرب. ايش فيك يا اخي يا اخي؟ وش تبي جاي عندي يا اخي؟ امشي امشي. طالع اوريك الان، اوريك. ازرعي وانا اتفاهم معه، اول ما يقرب راح اضربه، راح احمي المزرعه حقتنا من هذا الحاسد اللي يبغى يخرب مزرعتنا. والله لو تقرب بس سنايبر، ترى بس سنايبر، تسمع ولا لا؟ بس سنايبر. ايه لا تقرب، اشوفك ترى اشوفك. يا اخي والله ما خربتك شيء، ابغى ساعدك. طيب يا ربي ولد ماريو هذا جنني من اول، قاعد اطرده ما خليت يقرب من المزرعه ابدا. والله يطولنا من اول قاعد ادور. خليني اشوف ايش صار. ها وش صار يا اختي في المزرعه؟ خلاص الحين كل شيء صار جاهز. يا سلام والله المزرعة صارت كبيرة،
كفو كفو، شكرا شكرا يا اختي، شكرا. شو النظايك بس بابي يدي وشوف سوينا شوف الحب مستعدة تقديم اول حبحب من مزرعة لويجي، عائلة لويجي. وش تبي انت وش تبي؟ زرعته بطيخ وطلع البطيخ يا ويلة مدرخ غريبة يا اخي، ناس تزرع بطيخ وناس تجيب دايموند. ترك فرحان بالدايموند حقك، فرحان كثير. امشي امشي، الدايموند حقي يسوى 40 مزرعة من مزارع البطيخ حقك. اديني ما يسوى دايموند ما يدري يا حبيبي. البطيخ هذا ترى يسوى دايموند كثير، بس ما تدري. يلا امشي امشي امشي، ما يسوى. قاعد تكذب علي، قاعد تكذب علي. خلنا نجرب البطيخ حقك. طيب خلنا نجرب اشوف شباب. بيبي جمل لي هذا ولد ماريو. امشي امشي من هنا. يا الله الله بيخرب البطيخ. بابا بقول لك زرعت بطيخي. خذ علي، صدقه صدقه عليك يا مسكين. يا ربي الحين انا بجمع البطيخ هذا وبشوف هل هو فعلا يسوى، لان ابويا كان يقول البطيخ يسوى كثير. شوفوا قديش جبت، والله كثير مره. معليش كسرت الصور بالغلط. من الحماس الزايد الان بجمعها كامله كامله وبشوف هل تسوى دايموند كثير. والله لو طلعنا دايموند كثير شكلي بستانس بطقطق على ولد ماريو. اوه الله كسرت كامل. توني مكسر وطلع مره ثانيه. يا سلام، والله شكلي بجيب بطيخ مره كثير. خليني اكسر كل شيء يا حبيبي. لازم اجيب بطيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن. واضح انك زرع زين اليوم. ها حصدت ولا باقي؟ ايوه زارع بطيخ. تبي بطيخ؟ ترى هذا بطيخ ما اي بطيخ. اكيد بطيخ. تدري البطيخ ما هو موجود بالسوق حاليا وصاير نادر؟ هذا ترى بطيخ عائلة لويجي، ترى عندك انواع البطيخ. دوب يا سلام، شوف شكله احمر عسل ما شاء الله. سكر مو عسل، سكر 100%. والله شكله لذيذ هذا لذيذ. اسمع على كم تبيع ان شاء الله؟ بنشتري من كل شيء. كل شيء كل البطيخ الموجود. ايوه نعم هذولي بيكون عليك ب10 دايموند. 10 دايموند خلاص. 10 دايموند تم. 50 دايموند. 50 دايموند مو 10 دايموند. أبد تم. تم؟ لا ثلاث دقائق دايموند. ايوه ثلاث. خلاص تم. ابشر تم، ما في مشكلة. انت مين انت عشان تقول لي تم على كيف؟ انا الملياردير الدكتور خالد. ما شاء الله تبارك الله، يعني احسب عليك بخمس استكات. توافق؟ خمس استكات. أبد تم خلاص، خمس استكات خلاص. طيب خلاص ابشر، ابكسرها كلها لك. خمسين ثلاث أربع خمس ست. خلني أعطيك ست. تستاهل ست. تستاهل ست. دقيقة خلني أعطيك ست استكات. أيوة تفضل. يعطيك العافية والله، يعطيك العافية. خلاص بكسرلك هذا كامل والله. تستاهله كله، عادي كل البطيخ. يعطيك ألف عافية. خلاص إذا تبغى بطيخ بعدين تعالي. طيب الله يشهدك، أكيد بنجيك إن شاء الله. بطيخك أسطوري مرة أسطوري. في أمان الله، في أمان الله. في وش السالفة؟ بسم الله. تجابك جابك جاي عندي جابك جاي. بس بسم الله، البطيخ حقك وين راح؟ يا ولد كان كثير. بسم الله شو بك. شوفوا من جاء دقيقة، البطيخ حق كل بيتي يا حبيبي. تدري كم جيب دايموند ولا ما تدري؟ كذاب والله انك كذاب حبيبي. شوف الدايموند يا حبيبي، جبت خمس استقال دايموند. انا اغنى واحد. شوف الدايموند هذا من البطيخ اللي ما يسوى شيء. انت تقول البطيخ ما يسوى شيء. شوف هذا كله من البطيخ. وتدري كم؟ خمس دقائق. والله شيء اسطوري. ايش تخلي البطيخ؟ سوي مزرعة. والله عطني بطيخ وراح ازرع بمزرعتي ضروري. لا ممنوع. صراحة المزرعة كانت فكرة أسطورية وجميلة جدا. يبغالي أجيب بطيخ زيادة من مزرعة ولدي الجميل ما شاء الله. يقولون البطيخ حقنا صار خبر وانتشر في العالم كله ما شاء الله تبارك الله. أبغى أشوف وش السالفة ما شاء الله. واخر عني والله لك كسر راسك تكسير. والله خذاني. بسم الله، وش السالفة؟ ايه يا ولد خلاص وقفت. وي
متضاربين متضاربين انا حاطه مزرعه وحاطه مزرعه خلاص حبيبي ستوب 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 تعال يا ولد تعال تعال وقف وقف انت وياه وش عندكم تعالوا تعالوا هنا تعالوا وش السالفه علمني انت وياه علمني عمي في سهم براسك ابوي لا تسمع كلامه لا تسمع كلام هذا والله لا اضرب اسمع ابوي انا سويت مزرعه وجاء واحد غني واخذ كل البطيخه اللي عندي وعلى جا قلدني شوف مسوي مزرعه زي حقتي بالضبط ها وانت سويت مزرعه زي مزرعه ولدي علمني ليش تسوي مزرعه زي لا ما سويت زي مزرعه ولدك يا عمي انا سويت مزرعه زي مزرعتي انا ما مره دخل في والله انت تكذب ابوك ماري الصراحه نفس الحركه بالضبط كل ما اسوي شيء يسوي زي بالضبط ولا تضارب يا اخي والله ما سويت شيء والله اوريك والله اوريك والله بس اكيد والله يذكروني بزمان يذكروني انا وماري لما نتضارب والله كنا نضرب زي كذا اسوي حاجه يقلدني ها